تعالى نعمل الكولسلو ده الكرنب بتاع السلطه. وساعات والله بعمله بالكرنب العاديه خالص ولا بيهمني. ممكن كده كفايه. ده كرنب السلطه مقطعينه رفيع كده ماشي، وشويه جزر مبشورين خلاص، بلاش كتير عشان ما يسكرش معايا قوي، كفايه السكر اللي فيه. حبه سكر معلقه كبيره، هي بقى السكر هنا الايه يعني الكولسترول دي يعني صحيه قوي. ده كلها كرنب وجزر وخل، المايونيز بقى والسكر هو اللي فيها المشكله صراحه يعني. تمام، شويه خل بقى كده، معلقتين كبار اللبن، لبن 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 روالي ربع كوبايه او اكتر، مايونيز. انا بخف بقى ان حطيت لبن عشان اخف من كميه المايونيز، لان هي طبعا مش في الحاجات الدايت او في الحاجات الصحيه قوي. فمنها معلقتين كبار كده. السلطه دي بتحب ان هي تدبل، يعني تاكليها بعد ساعتين ثلاثه، ما تاكلهاش في نفس الوقت، دي بتبقى حلوه جدا فيها. واللبن هنا بيخففها وتبقى جميله جدا.